بكم متابعينا الأعزاء. من هي الممتحنة بنت أشقى القوم؟ وما هي قصتها؟ ولماذا أنزل الله عز وجل في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ الممتحنة هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية القرشية، وأم كلثوم هي أخت أحد العشرة المبشرين بالجنة لأمه وصهر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فقد تزوجت أروى بنت قريظ من عفان بن أبي العاص فولدت له عثمان وأمنة، ثم تزوجها من بعده عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة وخالد وأم كلثوم وأم حكيم وهندًا. أسلمت أم كلثوم رضي الله عنها وعاينت بنفسها صرخات المتألمين وآهات المعذبين تحت صياط وضربات كفار قريش، فما اهتز إيمانها، وبايعت أم كلثوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته إلى المدينة، ويأتي موعد الهجرة ليهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت أم كلثوم تريد أن تهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت تخاف من بطش أبيها وإخوتها، ولكنها صبرت، حيث كان أبيها عبد الله بن أبي معيط من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فكان يلقب بأشقى القوم، وذلك لأنه ألقى أمعاء الشاة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مكة، وهو من لف ردائه وخنق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغمي عليه، وكان دائما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين. ورغم ضلال عقبة بن أبي معيط إلا أن الله جعل من صلبه من يوحد الله تعالى ويؤمن بالإسلام، فشاء الله تعالى أن تكون أم كلثوم رضي الله عنها هي الوحيدة في بيتها من ينشرح صدرها للإسلام وتؤمن، حيث أنها كانت من أوائل من أسلموا وكانت واحدة من المسلمين الذين صلوا إلى القبلتين. وأتت غزوة بدر وقتل أبوها عقبة بن أبي معيط على الكفر، وبقيت أم كلثوم رضي الله عنها في بيت أبيها، وكان عمرها حينئذ 17 عاما، وكانت جميلة، وتقدم لخطبتها أشرف رجال مكة وأغنيائهم، وكانت ترفض بحجة حزنها على أبيها، وهي مسلمة تكتم إيمانها وتعبد الله عز وجل وحده بين مئات الكفار والمشركين. وتصبر أم كلثوم رضي الله عنها وحلمها أن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أخفت أم كلثوم رضي الله عنها إسلامها، ولكن يوما بعد يوم كانت مواصلة الحياة في بيتها والحفاظ على إيمانها تزداد صعوبة وشدة عليها، فكان خوفها يزداد من إيذاء كفار قريش لها وإجبارها على ترك دين الإسلام، حتى قررت أم كلثوم رضي الله عنها أن تخرج إلى المدينة المنورة لتنضم إلى المسلمين هناك. وهذا القرار لم يكن صعبا فقط لأنها فتاة وحيدة تخرج لقطع الطريق الطويل من مكة إلى المدينة دون حماية أو ونس، وإنما أيضا كان صعبا بسبب التوقيت الذي اختارت، حيث كان الوقت هو وقت صلح الحديبية الذي كان يتضمن شرطا مجحفا للمسلمين يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه أي شخص يأتيه مهاجرا من مكة إلى المدينة وإن كان مسلما. وتسمع أم كلثوم شرط صلح الحديبية وتبكي بكاء مريرا، ورغم كل هذه الصعوبات توكلت على الله عز وجل وأصرت على الرحيل، وتسافر أم كلثوم في الليل الدامس وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجعها إلى مكة وقد تقتل إذا رجعت إلى هناك. وفي الطريق قابلت أم كلثوم قافلة تخص رجلا من قبيلة خزاعة التي دخلت في حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد قريش، فاطمأنت وطلبت منهم أن يصحبوها معهم وأمنتهم على نفسها، فحفظوا الأمانة وأحسنوا صحبتها حتى وصلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روت أم كلثوم رضي الله عنها قصة هجرتها وقالت: كنت أخرج إلى بادية لنا فيها أهلي فأقيم فيها 3 والـ4، ثم أرجع إليهم فلا يذكرون ذهابي للبادية حتى أجمعت المسير، فخرجت يوما من مكة كأني أريد البادية، فلما رجع من تبعني إذ برجل من خزاعة قال: أين تريدين؟
قلت: ما مسألتك ومن أين أنت؟ قال: رجل من خزاعة. فلما ذكر خزاعة اطمأننت لدخول خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني امرأة من قريش، وإني أريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علم لي بالطريق. قال: أنا صاحبك حتى أوردك المدينة. ثم جاءني ببعير فركبته حتى قدمنا المدينة، وكان خير صاحب، فجزاه الله عني خيرا، بعد أن تأخرت أم كلثوم عن ميعاد العودة، وشعر أهلها بغيابها خرجوا يبحثوا عنها، وعرفوا أنها هاجرت إلى المدينة، حيث أخبرتهم واحدة من النساء أنها رأتها تسلك الطريق المؤدية إلى المدينة المنورة. وحين عرف أهلها ذلك تذكروا شرط صلح الحديبية، فقالوا: لا ضير، بيننا وبين محمد عهدا وصلح، وليس أحدا من الناس أوفى من محمد، نذهب إليه ونسأله أن يفي بعهدنا. وخرج أخواها عمارة والوليد إلى المدينة ليستعيدا أختهما، بينما كانت أم كلثوم رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعرفتها بنفسها وبأنها تخشى أن يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها التزاما منه بشرط الحديبية. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها أخبرته بذلك، فرحب بها، فقالت له: يا رسول الله، إني فررت إليك بديني، فامنعني ولا تردني إليهم يفتنونني ويعذبونني، ولا صبر لي على العذاب. ووصل شقيقاها إلى المدينة في اليوم التالي من وصولها، وطلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استردادها، واشتعلت المدينة غضبا، فكل الصحابة يرفضون إعادتها، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ينتظر الوحي من السماء، وينزل الرد من السماء، فقد أتى جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات في أمر أم كلثوم، وتتنزل آيات سورة الممتحنة، فأنزل الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم ما ينجي أم كلثوم، فنزل أمر الله عز وجل أن لا تعود أم كلثوم إلى مكة، وبهذا كانت سببا في استثناء النساء من هذا الشرط المجحف، واستقبلتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة رضي الله عنهن، وتبقى في المدينة المنورة رغم أنف قريش، ثم يجزيها الله على صبرها وإيمانها، فتزوجت من عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة وأغنى أغنياء المدينة المنورة، وكانت أيضا من رواة الحديث رضي الله عنها. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم، إن أعجبكم المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.